طوبا ولد عمي طوب، هاد الخبر اللي غادي نشارك معاك راه طوب. بزاف منكم كتعاني ومن القضيه ديال ثيتا بريبيا، كنتكلموا على المواعيد المسبقه. ايها ولد عمي، داكشي غادي يسالي في القريب ان شاء الله. جبت لكم واحد الخبر طوب، خبر حصري اعلن عليه اليوم خوسي لويس إسكريبا، نعم وزير التحويل الرقمي والوظيفه العامه. هذيك القضيه ديال قصك الثيتا باش تمشي لديخيتي، الثيتا باش تمشي لاسيندا، الثيتا باش تمشي لاجونتامينتو، الثيتا باش تمشي لكذا وكذا وكذا. ايه باي باي يا ولد عمي، في القريب باي باي ان شاء الله. سمع الخوسي لويس إسكريبا، كلشي مترجم. فرقعها اللايكات بن شريف، ملي كيبان ديما كيبان بالحصريه. ايها ولد عمي، un compromiso es el fin de la cita previa obligatoria. Eso requiere un cambio normativo para que esto esté claramente así. La verdad es que las prácticas son así, pero requiere un cambio normativo en el artículo 14 de la ley de procedimiento administrativo común del conjunto de administraciones públicas, para que quede claro algo que yo creo que es... el uso en gran parte de administraciones es que para interaccionar con la administración no hace falta tener una cita previa con carácter obligatorio. Para que esto quede claro y después sea más fácil desplegar todos los procedimientos para que el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos sea por el canal que cada uno elija y que piense que es el más adecuado, esta ley hay que modificarla y veremos cómo la traemos al Parlamento lo antes posible. Ahí hay un cambio. كي جاك الخبر ولد عمي، تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعم الاخوان، كيف سمعتوا من لسان خوسي لويس إسكريبا، القضيه ديال المواعيد المسبقه في القارب ان شاء الله غادي نساليو معاه اي اجراء. بغينا نقضيو في شي اداره، ايه ما غاديش نبقاو نحتاجو الثيتا بريبيا. ديخيتي امشي شبر الصف ديالك وقضي الغرض ديالك، سيورا سوفيال اسيندا، وزيد 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 وزيد. داكشي اللي كنا فيه قبل من الوباء غادي نرجعوا ليها ولد عمي. بغيتي بالسيتا امشي بالسيتا، ما بغيتيش بالسيتا امشي بلا سيتا، قضي الغرض ديالك. داكشي اللي علن عليه اليوم خوسي لويس إسكريبا ولد عمي. نعم كيف سمعتوا داكشي كلشي مترجم، ترجمه هي هذيك زوينه مزيانه ما فيهاش مغالطات ولا. المهم اذا في مغالطات ولد عمي داكشي اللي عطى الله. اسمع لي هنا ولد عمي كيف كتشوف معايا في هذا المقال. هنا وداعا لالزاميات الموعد المسبق للاجراءات في الاداره العامه. ايوا ولد عمي، في هذه الهيئه التشريعيه، نعم ستقوم الحكومة بإلغاء التعيين المسبق الإلزامي في مكاتب الإدارة العامة من خلال تعديل قانون الإجراءات الإدارية المشتركة. أيه ولا خصهم يبدلوا واحد المادة في واحد القانون ونقدموا داكشي للبرلمان نصوتوا عليه وتحل باقيت ولد عمي، تحل باقيت. نعم داكشي اللي كنا فيه قبل من الوباء داكشي اللي غادي يكون ان شاء الله. سمع ولد عمي سمع سمع. وفي هذا المجلس التشريعي ستضع الحكومه حدا لتعيين المسبق الالزامي في مكاتب الاداره العامه من خلال تعديل قانون الاجراءات الاداريه المشتركه، وشدد على انه للتفاعل مع الاداره ليس من الضروري ان يكون لديك تعيين مسبق إلزامي. أيه ولد عمي، باش تمشي تقضي الغرض ديالك ما غاديش تحتاج من اللي صادقوا على هاد الشيء. نتمنوا إن شاء الله في القارب ولاد عبامي. إيه ما كاينش تاريخ، ما كاينش تاريخ، هنا كيتكلموا على هاد الشيء غادي يصادقوا عليه الإخوان. نعم في هاد الهيئة التشريعية، في هاد المجلس التشريعي، فوخاش من هنا شهرين، من هنا ست شهور، من هنا العام. الله المولد عمامي، انتم عارفين ملي كنتكلموا على مجلس التشريعي ولا الهيئه التشريعيه راه كنتكلموا على 4 سنين.
هاد الناس عندهم 4 سنين. ايه القضيه ديال 4 سنين ابرا كبير لاولاد عمامي، حيت الكاتالانيين الانفصاليين راه شفتوا كيفاش رجعوا سينيور بيدرو سانشيز، ها بقى فيه غير العظم مسكين. راه القضيه راه ولاد عمامي شنو غادي نقول لكم، القضيه ديال هذاك القانون العفو الباح كانوا داو الكونغريس باش يصوتوا عليه، وفي الاخر ايه الانفصاليين ما صوتوش عليه. تخيلوا معايا القانون كتبوه هما اللي صنعوا هذا القانون، هما اللي كتبوا داك القانون اللي صوبوه كيف بغاو، وفي الاخر قالوا لك لا، قالوا لك خصنا نعملوا فيه شي تغييرات. بيدرو سانشيز قال لهم نو، كيفاش تغييرات؟ انتم اللي نقولوا اتفقتوا على هذا القانون، انتم اللي كتبتوه، كيفاش دابا كتقولوا لي خصنا نعملوا فيه تغييرات؟ القضيه ما كتبشرش بالخير ولاد عمامي. حنا كنتمناو باللي سينيور بيدرو سانشيز يكمل هاد 4 سنين ان شاء الله، ولكن ولاد عمامي ايه في اي لحظه نقدروا نسمعوا عن اعلان الانتخابات من جديد. نعم الاعلان عن الانتخابات من جديد، ايه نورمالمون الاخوان الدستور الاسباني ايه ما كيسمحكش انك تحل البرلمان جوج المرات نقولوا في قل من عام. دابا سينيور بيدرو سانشيز اذا باغي يعلن على الانتخابات من جديد خصو يستنى، اذا ما نسيت حتى شهر 5 ولا شهر 6، شهر 5 قبل ممنوع، الدستور ما كيسمحش، خصو يصبر. هو كيقول لك بلي انا غادي نكمل وانا غادي نحكم هاد 4 سنين وكل شيء غادي يكون هو هذاك، ولكن اولاد عمامي هاد الكاتالانيين عفوا راه غادي يخرجوا منه. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، بيدرو سانشيز صراحة ما بغيتش انا نكون في بلاصتو اولاد عمامي صراحة. فين خليناها اولاد عمامي؟ نعم هنا، للتفاعل مع الإدارة ليس من الضروري أن يكون لديك تعيين مسبق إلزامي. وزير التحول الإخوان الرقمي والوظيفات العامة خوسي لويس إسكريما خلال ظهوره في لجنة المالية والوظيفة الإخوان العامة التي عقدت يوم الأربعاء في مجلس النواب، هذا الشيء علن عليه اليوم هذا الوزير هذا. كيف كتعرفوا خوسي لويس إسكريما الإخوان قبل راه كان وزير ديال الضمان الاجتماعي، دابا ولا الاخوان نعم وزير ديال التحول الرقمي والوظيفه العامه. اليوم قال لنا باللي غادي يخدموا على هذا التغيير هذا في هذه الماده هذه، وان شاء الله في القارب ايه نبقاو نخدموا بدون مواعيد مسبقه. ثم راكم عارفين الاخوان القضية ديال المواعيد ديال الثيتاس راه ولاو الناس راه دايرين بهم الفلوس. نعم كاين اللي كيبيع الثيتا ديال دي خي تي، كاين اللي كيبيع الثيتا ديال استرانخيرية. المهم دابا هاد الناس كيف شفت مؤخرا في بعض التقارير الاخوان شنو كيديروا هاد الناس، هاد العصابات اللي كيتحكموا في هاد القضية عندهم روبوت، عندهم سيستيم اي فيتا بنت كيديوها اي فيتا. على داكشي انت ولد عمي ملي كتدخل تقلب على شي فيتا مثلا اكسترانخيريه والو، حيت هاد الناس عندهم واحد البروغرام روبوت اوتوماتيك، اي فيتا بنت كيديها اوتوماتيك، وكيعاودوا فيهم البيع ب 50 100 200 300 400. المهم والفيتا اولاد عمامي ما كتباع ما كتشرى، ما كتباع ما كتشرى، بحال القضية ديال امبادروناميتو فابور ثيتا فابور لجميع المواطنين، ولكن مع من ولد عمي مع من؟ المهم هاد الشيء زوين، والقضية ديال هاد الثيتاس غادي نساليو معاهم هاد الشيء اللي قال خوسي لويس إسكريما كيف سمعتو معايا. ما نطولش عليكم بزاف الاخوان، نقرا عليكم المقال، تكلم على شي مواضيع اخرى، ولكن اولاد عمامي ايه
ما نبقاش نقولوا نكثر عليكم وطالق وان نخلط ونجلط. هادشي اللي كاين بالي. تحياتي لكم، خبر زوين، خبر زوين، قلنا نشاركوا مع الاخوان ديالنا. نعم حيد بن شريف ديما كيجيب الحصريه والاخبار المفرحه الزوينه، قلنا نشاركوا مع الاخوان ديالنا قبل ما يخرجوا لنا ولاد عمامي يقول لك راه سبقنا وسبقنا على داك الشيء وصافي، ماشي زعما على شي حاجه. هابيتان. المهم كيف قلت لكم الاخوان، ماشي بزاف، انا هادشي ديال اليوتيوب صراحه كنستمتع في نفس الوقت كنتواصلوا معكم كنشاركوا معكم المعلومه صراحه، كنديروا هادشي الاخوان بكل نيه ديالنا صراحه، ما عندنا فيه حتى شي ربح في هادشي، ما نكذبوش عليكم، كاين والو، اليوتيوب ميت، بزاف ديال الناس راه تصحاب ليهم راه كنشبعوا الفلوس وطال، ما كاين والو ولاد عمامي هنا، كاين صداع ديال الراس كتر من سميتو. شنو كنستافدوا من هادشي؟ كنستافدوا الاخوان، نعم الشكر ديالكم، الدعوات ديالكم معنا، ونعم في نفس الوقت الاخوان كيف قلت لكم هادشي دابا ديال اليوتيوب، الناس اللي كيعملوا اليوتيوب الاخوان راه ولات عندنا بليه بليه، دابا غير اذا بقيتي غير نهار ما طلعتي شي فيديو راه كيجيك داكشي بحال في اشكال، فهمتيني ولا ما فهمتينيش يا ولد عمي؟ المهم نضربوا في المعقول، نشاركوا معكم معلومات مفيده اللي تستافدوا منها، وفي نص الاخوان كيف قلت لكم انا صافي دابا تبليت بهذا الشيء ديال اليوتيوب، عاجبني عاجبني راسي في هذا الشيء ديال اليوتيوب، وفي نص الوقت انتم راكم عارفين اذا ما كاينش بن شريف شكون اللي غادي ها شكون اللي غادي يرد على ولاد عمامي، شكون اللي غادي يصحح لولاد عمامي، شكون اللي غادي شويه ديال ها شويه ديال الحماس اصاحبي في هادشي ديال اليوتيوب، مال شويه ديال القتيله، شويه ديال رد عليا ورد عليك وطالك وال، شويه ديال الصلصه الصلصه هي ولاد عمامي. تحياتي لكم، ما تنساوش باللايكات ديالكم والبارطاج، شكرا لكم كاملا الاخوان، رغم ان اللايكات ديالكم راه بصراحه ما كايناش بزاف، والاشتراك اغلبيه ديال الناس اللي كيتفرجوا فينا ما مشتركينش ما مشتركينش مشتركينش، وراه 70% 70% راه ما مشتركاش، ما فهمتش، كيجيو غير عند بن شريف يديو المعلومه، حيت بن شريف راه معروف عليه عنده الحصريه وكيضرب في المعقول وعنده الجديه وطال الاخبار ديالو ديما كتكون هي هذيك، كيجيو يديو المعلومه ولكن كيمشيو يطبلوا للناس اخرين، ماشي مشكل ماشي مشكل ولاد عمامي، والله ما حاس حتى شي واحد بالله، راه شي مره كتشوفوني هكا طال شاعل وطال، والله ولاد عمامي القلب ديالنا صفي، والله لا صفي بالله، غير كيعجبنا المعقول، هكا تربينا هكا كبرنا، ما عندنا ما نديرو، ملي كنشوفو شي حاجة ماشي حتى لتما، نورمال، كيبقى فيا الحال ونعم كنفعل كنفعل، ولكن هادشي اللي كاين، قبلوا عليا، قبلوا عليا كيف أنا، تحياتي لكم تشويتي، إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.